انا بس فتشوني ما مدوا ايدون علي يعني او كلبشوني. حوالي الساعة وحدة من بعد منتصف ليل أمس باركين في المنزل وقت صوت مروحيات بطلع على السطح بتفاجأ يعني أكثر من 5 مروحيات منهن قسم على مستوى الأرض ومنهن يعني أعلى شوي وصار عملية إنزال في الحي صاروا ينادوا مكبرات الصوت باللغة العربية أنه نساء أطفال رجال خارج المنازل. الجنود كانوا مستهدفين أحد منازل القريب من بيتي. تم عملية تحويط المنزل وصاروا يسحبوا المكبرات أنه يسلموا حالكم والبيت محاصر وما حدا بيصيبه شيء. بعد شوي ولا عبزيعوا على الإذاعة طابق أول طابق تاني والثالث أنه علينا نهاية البناية 3 طوابق طلعوا لبرا وانتوا بأمان. صار ينادي امرأة وطالع الأطفال يعني صار في حديث بينه وبين امرأة هو عم ينادي عم يكبر الصوت هي صوتها ما لنا مسموع عنا نحن من بعيد عنهم يعني حوالي 100 متر واستمر هالحكي يعني أكثر من ساعة تقريبا أكثر من ساعة في إطلاق نار. بعدين صار في عملية اشتباك بعد قرابة الساعة صار في اشتباك صغير قريب من البيت أو جوا البيت صار الاشتباك. لبعد أكثر من ساعة تمت عملية إنزال ثاني على سطح المبنى أكثر من 5 عناصر أو 6 عناصر على سطح المبنى استمروا أكثر من ساعة بس أشو عم بيصير أشو فيه ما بنعرف واشتباكات مستمرة وتضل هالحكي تقريبا لبعد الساعة 3. المهم ضلينا ساعة ونص على الحوالي باركين ورا هذا البيت قالوا لنا بتدخلوا على هذا البيت قبل لا يصبح صباح وين بدكم تروحوا. دخلنا هذا البيت وهذا اللي صار. رجعوا الطيارات على علو منخفض شالوا اللي حوالي المبنى وفي طائرتين نزلوا على مسافة أبعد شالوا كمان قسم من العناصر وابتعدوا. ولحد هاللحظة ما أنا مستوعبين يعني أنت ساكن في حي تتفاجئ عملية إنزال من دولة من تحالف لشان شخص أنت تتفاجئ أنك عايش في حي ويطلع عندك قيادة في تنظيم كبير ومنزل بعيد عنك 100 متر يعني إنه إحنا متوقعين هذا المنزل يعني ما في سكات شبه مهجور يعني الحركة فيه شبه معدومة.